السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سنقوم بتصحيح للتمرين رق واحد صفحة 103. التمرين يقول: احسب المساحة الجانبية والكلية للمنشور القائم. إذا هنا لدينا منشور قائم، لاحظوا قاعدته، إنها على شكل مثلث. لديه قاعدتين على شكل مثلث، وهذا يمثل الارتفاع، يمثل الارتفاع. إذا هنا منشور نشر للمنشور القائم، إنه نشر للمنشور القائم. إذا المساحة الجانبية، كي نحسب المساحة الجانبية يجب أن نحسب محيط القاعدة. سنحسب محيط القاعدة. إذا محيط القاعدة، إذا هذه قاعدة وهذه قاعدة هنا، ونعرف أن محيط المثلث هو مجموع أضلاعه. إذا هذا الضلع زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع، هذا الضلع إنه سيساوي 9 سنتيمتر، مضروب في الارتفاع. الارتفاع إنه 7 سنتيمتر. يمكن أن يكتب هنا أو هنا أو هنا، أو في المنشور يمكن أن تكتب هنا 7 سنتيمتر، أو هنا 7 سنتيمتر، أو هنا 7 سنتيمتر، أو هنا 7 سنتيمتر. إنها تمثل ارتفاعات للمنشور القائم. إذن المساحة الجانبية للمنشور القائم بالسنتيمتر المربع، لأن المساحة دائما تكون بالمربع. إذن المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاع. قلنا بما أن قاعدته على شكل مثلث، سنقوم بجمع أضلاعه، 5.8 زائد 7.8 زائد 9 بين قوسين، لأن مجموع الأضلاع ستكون بين قوسين مضروب في 7. إذا سنقوم في أول بجمع ما بين قوسين، ستعطيني 22.6 مضروب في الارتفاع اللي هو 7. إذا تساوي 158.2 سنتيمتر مربع. إذا المساحة الجانبية هي 158.2 سنتيمتر مربع. الآن سننتقل إلى المساحة الكلية. المساحة الكلية قلنا ستكون المساحة الجانبية لقد قمنا بحسابها زائد مساحة القاعدتين. القاعدتين ننظر هنا إلى القاعدتين، قلنا أنها على شكل مثلث، كما نعرف أن مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع قسمة 2، كما كنا نعرف أن مساحة المثلث هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2. إذا هنا ستكون هالقاعدة من هنا إلى هنا قاعدة، أو من هنا إلى هنا القاعدة. الارتفاع نفس الارتفاع، هنا ارتفاع يمكن أن نفس القياس، حتى إذا أنشأنا هنا ارتفاع سيكون 5 سنتيمتر. إذا القاعدة في الارتفاع قسمة 2، إذا 9 في 5 قسمة 2. إذا سنقول المساحة الكلية للمنشور القائم بالسنتيمتر المربع هي اس توتال تساوي اس لاتيغال المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، كما قلنا أن المساحة الجانبية زائد 2 مضروب في القاعدة، لأن مساحة المثلث هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2. إذا هنا ضرب في 2 وقسمة 2، سنقوم بالاختزال لـ2. مباشرة سنكتب اس لاتيغال زائد القاعدة في الارتفاع. إذا 158.2 التي وجدناها في المساحة الجانبية زائد القاعدة لقد لدينا 9 مضروب في 5 اللي هي ارتفاع للمثلث. لقد قلت لكم أن نميز بين ارتفاع المثلث وارتفاع المنشور. تساوي 158.2 زائد 45 تساوي 203.2 سنتيمتر مربع.
إذن دائما عندما يكون لنا منشور قائم قاعدته مثلثة ننتبه إلى هذا إنه ارتفاع للمثلث وهذا إنه ارتفاع للمنشور القائم الذي المنشور ارتفاع للمنشور القائم.